إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن ينور قلوبنا سبحانه وتعالى جل جلاله هو ولي ذلك والقادر عليه إخوتي قضية ترقيق القلوب مطلب شرعي صحيح وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب واليوم وفي ظل هذا الوباء الذي انتشر في قلوب الناس من قسوة القلوب وجمود العين يحتاج الإنسان فترة بعد فترة ومرة بعد مرة أن يبحث عن شيء يرقق قلبه وليس ثمة شيء يرقق القلوب أكثر من ذكر الآخرة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم وقنا عذابك يوم تبعث عبادك رب لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إخوتي هذه الدنيا رحلة والاتجاه إلى الآخرة هو نهاية الإنسان فكلنا يسير في اتجاه واحد ليقع في القبر ثم يقوم من القبر إلى الساهرة أرض
بيضاء نقية لم يعص عليها الله لا معلم فيها لأحد، يقف الناس صفا. ما زلنا إخوتي مع أهوال القيامة وتمحيص هذه الأهوال للإنسان. وذكرت هنا لكم أن هذا من عدل الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وحقيقة والله الله شهيد بيني وبينكم أنني كل يوم أزداد حبا لله، حبا لدين الإسلام. يعني أنا كنت أقول اليوم الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على معرفة الله في دين الإسلام. ليس ثمة أبدا اعتقاد في إله يستحق أن يعبد ويحب ويتجه إليه مثل إلهنا الله في دين الإسلام. سبحان الله العظيم، الله في ديننا، الله العظيم القدير الكبير، الله الذي لا تدركه الأبصار ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، الله سبحانه وتعالى. يعني كنت أتكلم مع أحد الناس اليوم بعد المغرب وهو يقول أن هؤلاء في الهند حين تصوروا الله تجد بعضهم يتصور ربه إلهه الذي يعبده وله زلومة خرطوم، والثاني يتصور إلهه الذي يعبده له 50 يد، والثالث يتصور إلهه الذي يعبده له 100 عين. أنت في الإسلام من عصمة الله لك، ولكي تحب الله منعك من التصور، ممنوع ممنوع. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. هذا المنع، الحمد لله على شريعة الإسلام ليظل الله سبحانه وتعالى العظمة كلها لا تبلغه الأوهام. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه العقيدة نفسها عقيدة عظيمة جدا. وقل الحمد لله، قول الحمد لله، أنا مش سامعك بتقول الحمد لله، قول الحمد لله، الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله أن ربنا اللي بنعبده ملوش أولاد ولا زوجة. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ملوش شريك، ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، الله أكبر، الله أكبر كبير. الحمد لله على نعمة، على نعمة الله بأن عرفنا الله نفسه في دين الإسلام بهذه الصورة. نعمة، نعمة. تخيل أنت الآخرين الذين يعبدون آلهة أخرى أو بيعبدون الله أيضا ولكن بصور أخرى غير شريعة الإسلام، بيعبدوا الله إيه؟ إيه الله عندهم؟ تحمد ربنا على عظمة الله في دين الإسلام، وتبقى فرحان بربنا اللي أنت تعرفه في دين الإسلام. حاجة أكبر من أن تتصور وأن تتخيل. أعظم العدل، شوف العدل أن يقول لك خروج الروح يكفر به من خطايا، أدم بتوجعك يحط بها من خطاياك. سبحان الله، السيدة عائشة تقول إيه؟ لا أغبط أحدا على هون موت بعدما رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل عليه سبحان الملك، حتى خروج الروح وشدته ربنا بيديك بحسنات يحفظ بيه سيئات عنك. حتى القبر، لو انت في القبر فزعت اتخضيت بحسنات يعوضك عن كل حاجة.
في عدل اكتر من كده؟ العدل المطلق، العدل المحض في اهوال القيامه اللي احنا فيها بيحط بها من سيئات، يعني عشان نفخة الصور والصعقة بحسنات، انك تقوم وسائق وشهيد بحسنات. سبحان الملك، تعالوا، وعايز النهاردة نعيش القيامة، نعيشها. انا قلت للواد طارق ربنا يتوب عليه، عايز النهاردة نعيش حقيقة، نعيش حقيقة القيامة. ازاي هتقوم القيامة؟ في الحلقة الماضية الأخيرة تكلمنا عن إن كل واحد قام وخرج من القبر سائق وشهيد وذنوبه شالها على ظهره ومشي، مشي رغم أنفه. الكل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المتقون يحشرون، نحشر المتقين، الكل يحشر، الكل في سياق واحد، الكل في اتجاه واحد، في اتجاه واحد الى ارض الساهرة. الكل وصل صف واحد. ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، كل واقف صف واحد. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة. عريان، حافي، كل شيء، حتى القلفة التي قطعت من الإنسان وهو طفل عند الختان تعود إليه. جورد مورد كما ولدته أمه، واقف الكل صف واحد. وحتى الوحوش حشرت، الكل واقف. ويبدأ أول مرحلة من الحساب، تطاير الصحف. قلنا فتحت السماء فكانت أبوابا، الملك على أرجائها، نزلت الصحف. تبص كده للسماء تلاقي مليانة صحف، ما معيش ورق كتير نبحتره كده، صحف. وانت واقف مستني هيجيلك كتابك بيمينك ولا كتابك بشمالك، وانت بتبص تلاقي واحد جاله كتابه بيمينه وطلع يجري، ها ومقرأه كتابي، اني ظننت اني ملاق حسابي، ها خدوا، بصوا، شوفوا، اقرأوا كتابي. خد كتابه بيمينه فرحان سعيد، جري، شوفوا كتابي، بصوا، كله حسنات. والتاني واقف، وانت واقف لاقي واحد تاني خد كتابه وشماله وعمال يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. بلغتنا يقول لما خد كتابه وشماله بص فيه لقى في كذبة وترك صلاة وزانية وسرقة وخيانة و يا ريتني ما شفتك ولا عرفك، يا ريتني ما كنت بعثت مرة تانية. فين الفلوس؟ ما أغنى عني مالية. فين السلطان؟ فين المعارف؟ فين الأتباع؟ فين الحرس؟ فين الحماية؟ فين السلطة؟ فين؟ ما أغنى عني مالية، ما نفعتنيش الفلوس، هلك عني سلطانية، ضاع السلطان. وانت واقف عمال تبص على ده وتبص على ده وتسمع خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وعبد الله، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول اذا قال الله
خذوه، تتخطفه أيدي 50,000 ملك. 50,000 ملك ياخدوه وهو الإنسان ضعيف، ملكين يكتفوه، 50,000 ملك يكتفوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. 70 ذراع يعني حوالي 50 متر. الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث نقول ان السلسلة دي لو سقطت حلقة من هذه السلسلة على الارض فاجتمع الثقلين ما اقلوها. السلسلة حلقات بعضها في بعض، السلسلة الحلقات دي ولو حلقة واحدة وقعت في الارض والانس والجن يرفعوها ما يقدروش يرفعوها، ولا انتنت ولا افسدت على اهل الارض معايشة من نتن ريحها. 50,000 ملك. 50,000 ملك وسلسلة 50 متر. خذوه فغلوه، كتفوه، غلوه، كتفوه، قيدوه. 70 ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، عدوها من بين ايديه ومن بين رجليه وعلى رقبته ومن فوق دماغه ومن خلال صوابعه، فاسلكوه، سلكوها من جواه. واللي واقف خايف ومرعوب، وزي ما قلت لك احيانا الواحد يخاف فيرفع ايده اليمين كده، ما هو يفكر انها هو عاشها في الدنيا أوانطة عايز ياكلها في الاخره بالأوانطة برضه، يوم يرفع ايده كده ويحط ايده الشمال ورا ظهره، يخبي ايده الشمال ورا ظهره ويرفع ايده اليمين، يعني هات لي الكتاب هنا في ايدي اليمين، ها، وعمال يلعب بايده اليمين، بتلعب على مين يا مسكين؟ ايده الثانيه ورا ظهره، فيسقط كتابه في شماله وراء ظهره، يلاقي الكتاب وقع له ورا ظهره في ايده الشمال، ويصرخ يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضيه. تطايرت الصحف ما بين آخذ بيمينه وآخذ بشماله، وإذا بهذا يضحك والآخر يبكي، ثم يدعى القوم إلى الميزان، كل واحد رايح ومعه صحيفة الحسنات وصحيفة السيئات وشايلهم في ايده ورايح. والميزان عند اهل السنة له كفتان ولسان، كفتين وبين الكفتين في عمود كده اسمه لسان الميزان، لما يميل كده يبقى مالة الكفة اليمين، يميل كده كده مالة الكفة الشمال، يميل مع الكفة الارجح. وقلنا الحلقة اللي فاتت ان هل اللي هيوزن الأعمال ولا اللي هيوزن جسم الإنسان ولا اللي هيوزن قلب الإنسان؟ اللي هتوزن أجرام الأعمال اللي هي صور الأعمال ولا المعاني، معاني الأعمال، هل الإنسان ولا المعاني اللي جوه الإنسان؟ وقلنا ان كل ده هيوزن، والأدلة عليه من الكتاب والسنة قائمة، ان الصحف نفسها هتوزن وان الاعمال نفسها، يعني الصلاة هيجي للصلاة دي حجم والصيام له حجم،
لم يوضع في ميزان المسلم شيء أثقل من خلق حسن. يبقى الخلق الحسن هيجي يوم القيامة وله له وزن، له حجم. حجم الخلق الحسن قديه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. يبقى سبحان الله وبحمده هتيجي يوم القيامة لها وزن، لها وزن توضع به. فالأعمال نفسها توزن، والصحف توزن، والإنسان هيوزن. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الإنسان نفسه هيوزن، هيوزن. المعاني نفسها هتتقل وتخفف. البطاقة بتاع الرجل، وأنا قلت لكم عليها الحلقة اللي فاتت، أن رجلا يؤتى له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر، ثم يقال: إنك لا تظلم، لك عندنا بطاقة. فيقول: وما تصنع هذه البطاقة أمام 99 سجلا؟ فقيل: إنك اليوم لا تظلم. توضع البطاقة في الكفة اليمنى، وتوضع السيئات في الكفة اليسرى، فتسقل البطاقة، لأن فيها اسم الله، لأن فيها اسم الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. حديث أخير في قضية الميزان، وأنا دايما أقول إن أنا ما أقولش الحديث ده إلا لما تصلي على النبي ثلاثة. اللي ما يصليش على النبي ثلاثة ما يسمعش معنا الليلة دي. صلي ثلاثة: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث رجل للحساب، فتثقل موازين سيئاته، فيؤمر به إلى النار. فلما أخذته ملائكة العذاب جعل يتلفت، ماشي واخده ملائكة العذاب رايح جهنم، وطول ما هو ماشي مع الملائكة عمال يبص وراه. فقال الله: ردوه. فردوه، فقال الله جل جلاله له: عبدي، هل لك حسنة عملتها لم تجدها هنا؟ قال: لا يا رب. فقال الله: عبدي، هل وجدت في صحفك ها هنا سيئة أثبتها عليك ملائكتي ولم تعملها؟ قال: لا يا رب. فقال الله: فلم تتلفت؟ فقال: ما كان هذا ظني فيك يا رب، ما كان هذا ظني فيك يا رب. فقال الله: خذوه إلى الجنة. قال له: يا رب، ما كانش ظني فيك انك هتعذبني ابدا، كان عشمي، كان ظني فيك انك هتسامحني، هتعديها لي دي. الله يقول: انا عند ظن عبدي بي. هذا الحديث فيه قمة الرجاء في وجه الله. ظنك في ربنا ايه؟ ازاي تقدر تحسن ظنك للدرجة دي وانت عندك سيئات وظنك فيه؟ انا بقف هنا واعجز عن التحليل، زي ما بعجز بقصة
الصحابي اللي كان بيشرب الخمر فلعنه الصحابة وهو يجلد، قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه لعله يحب الله ورسوله. يا يحب الله ورسوله وبيؤتى به يجلد في شرب الخمر كتير. عشان كده بقول لكل عاصي والكل مذنب والكل خاطئ: احب ربنا، احبه واحسن الظن بربنا، يمكن ده يكون نجاتك من الذنوب والمعاصي اللي انت فيها. ما تقولش خلاص انا بقيت وحش، لا لا لا، حتى وانت وحش حبه، حبه سبحانه وتعالى واحسن الظن بيه وتضرع اليه وحاول تقرب منه، وهو ارحم من امك واكرم من الدنيا كلها سبحانه. مش لسه بقول لكم الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة ان احنا عرفنا ربنا بالإسلام. الحمد لله دي نعمة تانية في دين الإسلام. الناس وزنوا وخلص الميزان ورجعوا وقفوا في الصوف تاني، وتبدأ المرحلة اللي بعدها مرحلة العرض على الله. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سئل النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: سترون ربكم يوم القيامة عيانا لا تضامون، أو لا تضامون في رؤيته. واقفين صف ومحدش هيضم ويتزاحم عشان يشوف ربنا، كله هو واقف بالصف هيشوف ربنا. الحساب، ودي أخطر 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 حتة في الموضوع، أنك ستعرض على الله. قال الأعرابي: من الذي سيحاسبنا يوم القيامة؟ قال رسول الله: الله. قال الأعرابي: يا رسول الله، أيحاسبنا يوم القيامة الله نفسه؟ قال رسول الله: نعم. قال الأعرابي بخم بخم، قال: وما يحملك على قول بخم بخم؟ قال: إن الكريم إذا قدر عفا. هي ماشية معنا أحاديث رجاء الليلة دي كلها: اللهم قوي فينا رجاءك ولا تخيب فيك رجاءنا يا رب. اللي هيحاسبك الله. وزي ما قلت لك القضية الخطيرة ان هو سبحانه وتعالى هو اللي شافك وانت بتعصي، وهو اللي هيحاسبك يوم تلقاه. ما تقدرش تكذب عليه انه هو اللي شافك سبحانه وتعالى. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء،
ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ربنا سبحانه وتعالى هيكلمك بنفسه جل جلاله، وهنشوف معانا أحاديث كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما. قال صلى عليه صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد فيقول سبحانه، أي فل، أي فل، فل كلمة فل علماء يقولوا ترخيم فلان، يعني الواحد لما يقول يا فلان لما يدلعه يقول له يا فل، ترخيم، أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. شوف ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى هيقررك يوم القيامة بنعمه عليك، مش انا كرمتك اديتك فلوس واديتك شقة وجوزتك واديتك عربية واديتك ولاد واذرك تركتك ترأس تبقى رئيس وتربع تتمطع صاحب رابع يعني تربع، ألم أذأ وأذرك ترأس وتربع؟ مش اديتك صحة واديتك لسان، اديتك عينين، اديتك دماغ؟ قل أيوه يا رب، أي ربي. فيقول: بلى. فيقول الله: أفظننت أنك ملاقي؟ كنت على يقين أنك هتقابلني، عامل حساب الوقفة دي قدامي؟ أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. ما هو انت لو كذبت طول عمرك مش هتقدر تكذب هنا قدام ربنا بقى. فيقول: لا. فيقول سبحانه: فإني اليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي ربي.
فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا، فيقول اليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول نعم يا رب، آمنت بكتابك، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطع. يقول يا رب انا ظننت اني الاقيك، ده انا امنت بيك، وكنت ده انا كنت بصلي مع السنية، ده انا كنت بقوم الليل وبصوم رمضان وعملت عمرة، ويثني بخير ما استطاع، ده انا تصدقت وعملت وسويت و و و. يقعد يحكي بقى، يحكي. ثم يقال له وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع، فيقول له سبحانه ها هنا إذن؟ أنت بتقول الكلام ده هنا؟ ها هنا إذن؟ أنت بتقول الكلام ده قدامي؟ ها هنا إذن؟ ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، هنجيب حد يشهد عليك. فيتفكر من ذا الذي يشهد علي؟ مين اللي هيشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه. الحديث في صحيح مسلم، عايزك تراجعه الليله دي قبل ما تنام، في صحيح مسلم حديث ابي هريره رقم 2968 في صحيح مسلم، افتح صحيح مسلم 2968 عشان تقرا تفاصيل الحديث ده وتعرف الهول اللي بحكيه لك ده. هيجي واحد يوم القيامه ربنا بيقول له مش اديتك واديتك واديتك واديتك، عملت لي ايه؟ يقول له ايوه يا رب، ده انا صليت وصمت وعملت وسويت. يقول ربنا جل جلاله ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون، حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. والله آيات تدوب، آيات لو أن لنا قلوبا تحس لتفطرت من هول هذه الآيات. اقرأ كده، اقرأ كده واسمع. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. واقف قدام ربنا قال له: ربنا صليت فتنطق دماغه تقول له يا رب ما صلاش، يقول يا رب انا تصدقت، تنطق ايده تقول يا رب ما تصدقش، يقول يا رب انا كنت راجل عفيف، ينطق فرجه يقول يا رب سنة فضيحة. وساعتها يبص لإيديه كده ويبص لرجليه: لما شهدتم علينا؟ شوف الكلمة فيها مرارة قد ايه. وهو بيقول له جلده: طب ليه؟ بيقول لي عينه، بيقول لي ودنه، بيقول لي ايده، بيقول لي رجله. شوف شوف المرارة. ليه ما شهدتم علينا؟ ليه؟ طب ليه كده؟ طب ليه؟ طب ليه كده؟ أنا عملت فيكوا إيه؟ ليه ما شاهدتم علينا؟ وجلده وإيده ورجله عبيد مخلوقين. قالوا له: أنطقنا الله. ماليش دعوة. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عملت حساب اليوم ده؟ عملت حساب الوقفة دي؟ كتير قلتلك لما تحب تعصي ما تخليش عينك تشوفك ولا ايدك ولا رجلك، احسن دول جواسيس هيقولوا ربنا عليك. لما تيجي تكذب ها ما تخليش ودنك تسمعك، احسن لو سمعتك هتشهد عليك يوم القيامة. لما تيجي تسرق اوعى ايدك تشوفك ولا رجلك، احسن هيقولوا عليك لربنا يوم القيامة. وقفة صعبة قوي، وقفة صعبة قوي، وقفة صعبة قوي. نفسي والله نفسي دلوقتي ان يبقى كل المسلمين سمعني او كل المسلمين بيتفكروا في الايات دي، يفتكروا بس الجملة دي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟
يتفكروا في وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ما كنتوش تستترون باستخبوا من سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا جلودكم. كنتوش بتستخبوا منهم ولا تستتروا منهم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. عشان كده رجعنا تاني إن من شروط التوبة الإيمان. إلا من تاب وآمن، وإني لغفار لمن تاب وآمن. الإيمان أن تؤمن أن الله كان يراك وأنت على المعصية، من شروط صحة التوبة. لأنك لو ظننت إن ربنا مش شايفك يبقى ده كفر. لو أيقنت إنه شايفك تستحي منه فتعرف تعتذر له وتتبرأ وتتملص من الذنب. تعتذر تقول له يا رب سامحني لأن أنا ضعيف، ضعفت قدام الذنب ده، اعذرني لأن أنا ضعيف، سامحني أنا غلطان. عشان كده شوف الفرق بين ده اللي بيقول له يا رب. أصل شوف القصة، هما اتنين. الأولاني حكينا قصته لما جه داخل على ربنا بقى عامل فيها فتوة وأونطجي ومفكر أنه هو هياكلها بالفهلوة زي ما كان عايش في الدنيا. فهو واخد صحيفته بشماله أصلا، وميزان سيئاته هو اللي تقيل أصلا، هو عارف مصيره. فداخل على ربنا سبحانه وتعالى، يا رب يعني الكلام اللي في الصحيفة ده ما يلزمنيش، أنا مش معترف بيه، أنا اتظلمت يا رب، فأنا يا رب هقول كل حاجة، هقول اللي عملته. أنا كنت بصلي على فكرة، أنا كنت بصلي وكنت بصوم وكنت بزاكي وكنت بحج، لا مش كل ده أنا عملته، أنا صحيح يعني عكيت شوية لخبطت شوية، لكن أنا كنت حلو يا رب. فربنا طب اسكت، انطقي يا أعضاء. فتنطق الأعضاء، ده واحد. شوف واحد تاني بقى، رجل طيب صالح، قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. ربنا يغطيه. برضو احنا بنقول كنفه من احاديث الصفات بدون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، حتى يزني عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، فيقول الله لعبده المؤمن: هل تعرف؟ فيقول: يا رب أعرف. هل تذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: نعم يا رب. وهل تذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: نعم يا رب. ثم يلتفت، ما هو خايف من الفضيحة. يوم القيامة ده يوم الفضيحة الكبرى، يوم تبلى السرائر، تظهر يعني، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
فيش حاجة تستخبى، فضيحة. فيلتفت العبد المؤمن فيقول الله: عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فينادى على رؤوس الأشهاد: فاز هذا العبد، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين. نعم إخوتي، هذا إنسان اعترف بذنوبه، وده اللي الرسول أشار إليه، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله جعلني الله فداك. السيدة عائشة بتقول لحبيبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: جعلني الله فداك. أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال يا عائشة: ذاك العرض، يعرضون. أما من نوقش الحساب هلك. العرض إنك تعرض على ربنا، يقولك عملت كذا، تقول أيوة يا رب، وعملت كذا أيوة يا رب، وعملت كذا أيوة يا رب، أنا آسف، أنا تائب، أنا معتذر يا رب، أنا مذنب، أنا غلطان يا رب، سامحني، سامحني. فربنا يقول له إيه؟ ما أنا سترتك في الدنيا، فالنهاردة مش هفضحك، تفضل على الجنة. العرض ربنا بيعرض عليه، عملت دي؟ اه عملت، عملت دي؟ اه عملت. اما الثاني من نوقش الحساب، عملت؟ لا يا رب ما عملتش، عملت؟ لا ما عملتش، ما عملتش يا رب، وعزتك وجلالك ما عملت. يوم يحشرهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون ولكم: لا يا رب والله ما عملت الكلام ده، ما حصلش ولا كلمة من الكلام ده حصل. طب اسكت، انطق ايده، خدت يا رجله، رحت يا فرجه، عملت يا لسانه، كذبت يعني شفت يا ودان، سمعت. يطلق عن فيها، ها ايه رأيك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ثم يطلق عن فيه فيقول: تبا لكن فعن كن كنت اناضل. يقول ايه؟ أطيع أدي ورجلي وروحه في 60 داهية، ما أنا كنت بسرع عشانكو. تبا لكن فعن كن كنت أناضل. العرض، ولمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى خاف مقام ربه، خاف الوقفة دي، فإن الجنة هي المأوى. أنا فوجئت إن الوقت خلص، وإحنا لسه في حتة العرض، وبعدين هنخلص أحوال القيامة دي إمتى؟ اللي هتخلص عليا أحوال القيامة أحوال شديدة، بس عايزين نخرج الليلة دي بالفايدة دي، إنك تعمل حساب الوقفة دي. لما تقف قدام ربنا ويسألك: عبدي، مش أنا أكرمتك؟ ليه خنتني؟
المصحف دي مش انا اديتك؟ ليه سرقتني عبدي؟ مش انا علمتك؟ ليه خزلت ديني؟ حضر نفسك للسؤال ده وجهز نفسك للوقفة دي، وكن على يقين انك هتقف الوقفة دي، هتقف وهتسأل ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هيكلمك جل جلاله سبحانه وتعالى وهيسألك وهتجاوب وهتقول الحق، ولو ما قلتش الحق هيخليك تنطق بالحق رغم أنفك. والسؤال، طب ليه؟ ليه الفضايح دي؟ ما كان كل واحد يتحاسب كده على جنب، او يطلع من غير حساب على الجنة وعلى النار، وانا واثق في ربنا مش هيظلم حد. لا، لازم يبان لك ان لو دخلك جهنم تقول ده جهنم شوية عليا، انا استاهل اكتر من كده. لازم تبان الحقائق، لازم تبقى على يقين انك لم تظلم. اخوتي، هسيبكم الاسبوع كله عايشين مع الكلمة دي، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. هسيبك الاسبوع ده كله لحد السبت الجاي ان شاء الله، نعيشنا وكان لنا عمر، وانت عمال تتأمل وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. يعني تعيش الاسبوع تحاول تدارى من سمعك وبصرك وجلدك. اخوتي، انا احبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعافيني وإياكم من البلاء، وأن يكتب لي ولكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إني أسألك ثلاثا، أسألك حسن الخاتمة فلا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وأسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأسألك رفع الدرجة في الجنة إلى الفردوس الأعلى لننظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشيا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.